يعني بهذه النتيجه مو سبب، الاسباب من يوم صار سيد عبد المهدي رئيس وزراء لحد الان زين تقوت الاجنحه المسلحه والميليشيات ضعفين. ضعف العراق ما اخذ اي جانب الحياديه بالصراع الامريكي الايراني، ما عرف يتصرف بهذا الموضوع. وهذا اكو مثل عسكري ولا مو عسكري، الوحده بامرها امرها كان ما دار الامور بالشكل الصحيح. لذلك احنا نحتاج اليوم الى شخصيه اخرى تيجي تقول لي اذا انطرح اعاده الثقه على سيد عبد المهدي. تعرف القوى شو؟ انا اقول لك بقلبك همين شنو تعرف القوى رايه؟ تبشر ما راح نكون معاهم، احنا نريد بديل، احنا جماعه تواقيع ما تجددون ما نجدد.